من شمال المحيط الأطلسي، أطلقت دار بوشرون الفرنسية الفاخرة مجموعة أورار بلو الأيسلندية، حيث أبدعت كلير شويزن بتصاميم مستوحاة من طبيعة أيسلند الخلابة وتحاكي جمال المياه والجليد والأنهار والشواطئ. اخترنا لك أجمل هذه المجموعات لتتألقي بها. عقد آيسبرغ الضخم والمستوحى من بريق الجليد على شاطئ الرمال السوداء، والتي تعكس أشعة الشمس بريقها على هذه الكتل الجليدية. يعتبر العقد قطعة فنية، فهو مرصع بالكريستال الصخري وألماس البافيه ومصنع من الذهب الأبيض حيال 18 قيراط، واستغرق صنعه 2000 ساعة عمل. مجموعة فيك المستوحاة من أمواج البحر، وهما عبارة عن قطعتين، دبوس الشعر والأقراء المستوحيان من لوحة الموجة العظيمة قبالة كاناغاوا، والدبوس مصمم بتقنية الشمع ومرصع ب 851 ماسة مستديرة بوزن إجمالي 20 قيراط من الألماس. أما الأقراط فهي مصنوعة وفقاً لتقاليد دار بوشون متعددة الاستخدامات، استغرقت 650 ساعة عمل. للمزيد من المعلومات عن مجموعة أو آر بلو، زوروا موقعنا thejewelrytales.com.